تتجول اليوم في شوارع مدينة لن تجد للكلمات مكاناً في وصفها. سنتعرف فيها على واحدة من أكبر حصون أوروبا وأمنعها. كثرة قلاعها التاريخية فرضت من موقعها الاستراتيجي، فاستحقت بجدارة أن تكون مدينة القلاع. خلال تجولك فيها ستتعثر كثيراً لتقع عند كل ركن وزاوية على لمسات من الفن والجمال والأناقة. ننتقل من شارع لآخر لنكتشف أن المدينة هي عبارة عن معرض كبير للفن والرسومات والمجسمات والهياكل والآثار والخنادق. تكثر فيها الينابيع والنوافير والمياه، ويلتقي عند زاويتها الشهيرة نهرين عظيمين، لذلك كان يطلق عليها باللاتيني قديماً اسم ملتقى النهرين. شاهدوا معنا وتعرفوا أكثر على تفاصيل مدينة كوبلينتس. السلام عليكم. نحن اليوم بمدينة من أقدم المدن بألمانيا، مدينة كوبلينتس. ونحن حاليا بأشهر معلم بهذه المدينة هو دويتشس إك، أو باللغة العربية اسمه الزاوية الألمانية. بيلتقى بهالمكان تماما هون نهرين، الموزل والراين. ومعنا اليوم أخونا علاء فياض من حمص كمان، شفناه اليوم هون بكوبلينتس، رح يحكي لنا شوي عن المدينة وعن أهل المدينة ونتعرف عليه أكثر. طيب تفضل علاء. أول شيء أهلا وسهلا فيكم بكوبلينتس. شكرا لاستضافتك. أول شيء أهلا وسهلا. كوبلينتس هي مدينة تعتبر سياحية بألمانيا، مدينة حلوة كتير مثل ما حكيت، يعني فيها أشهر شيء هي الزاوية الألمانية دويتشس إك، محل ما بيلتقوا الراين والموزل. طيب بالنسبة لمدينة كوبلينتس مثلا، شو في غير هالمنطقة هي مناطق مشهورة فيها سياحية خارج الواحد يجي يزورها؟ في محل ما كنا قبل شوي الشلوس، هي حلوة كتير. هونيك عند القلعة. تمام. وفي القلعة هاي اللي فوق إيرنبرايتشتاين اسمها. كمان هاي يعني بس طلع عليها من فوق، ما بعرف إذا طلعت تشوف كوبلينتس كلها من فوق. تماماً. في هون كمان ضيع حوالي كوبلينتس كمان حلوة، لانشتاين، في نويفيد. تمام، الله يسلم هالديات. تابعونا معناتها للأخير لتعرفوا على مدينة كوبلينتس. مدينة كوبلينتس هي ثالث أكبر مدينة في ولاية راينلاند، وهي من المدن القديمة والعريقة في ألمانيا. احتفلت المدينة في عام 1992 بمرور 2000 عام على تأسيسها، وكان اسمها اللاتيني القديم كونفلوينس، ويعني ملتقى النهرين. تتشكل ما يسمى بالزاوية الألمانية من التقاء نهر الراين والموزيل، وهنا يقع أشهر معالم المدينة نصب القيصر فيلهلم الأول الذي يبرز شامخاً حاملاً سيفه باتجاه الزاوية. ويعتبر فيلهلم الأول من القادة المحبوبين جداً لدى الشعب الألماني، لأنه وحد ألمانيا على يده بعد 3 حروب. افتتح هذا النصب عام 1897 بحضور الحفيد فيلهلم الثاني، وهو الذي أمر ببنائه تكريماً لذكرى جده. إنه صرح ضخم بشكل مهيب، حيث يبلغ ارتفاعه 37 متر، ويعتبر نقطة جذب لأكثر من 2 مليون سائح سنوياً. وإلى الخلف قليلاً بضعة أمتار يجب علينا ركوب التلفريك الذي يسير فوق نهر الراين صاعداً للجبل الذي يطل على كل المدينة. كما أن هذا التلفريك يتميز ببنائه وهندسته، حيث لا يوجد أي عمود أو حامل مدعم عدا الأحبال على طول المسافة فوق النهر، ويستطيع حمل ما يصل إلى 7600 شخص في الساعة، لذا يعد أفضل تلفريك موجود في ألمانيا. وهنا لوحة تظهر العروض والأسعار مع الدخول إلى القلعة. وعلى هذا الجبل نرى حصن دي فيستونغ إيرنبرايتشتاين الذي تم بناؤه على كتلة صخرية شديدة الانحدار بارتفاع 118 متراً فوق النهر، ويعد أكبر حصن في ألمانيا والثاني في أوروبا. وتم توسيع هذا الحصن بتولي الحكام والأمراء لأهميته الاستراتيجية الذي يكشف سهلاً واسعاً جداً أمامه، كما أنه حصن بشكل كبير ضد المدفعية والتسلل. وفي الحرب الفرنسية الألمانية ظل الحصن صامداً إلى أن تم الاستسلام بسبب الحصار جوعاً وليس بسبب اختراقه عسكرياً. ويوجد متحفاً أيضاً داخل الحصن. كما أن هذا النصب بني منذ عام 1972 تخليداً للجنود الألمان الذين لقوا حتفهم خارج ألمانيا خلال الحربين العالميتين.
ومباشرة ومن خلف الزاوية الألمانية سنبدأ بمشاهدة الأشكال الهندسية والتماثيل الفنية الفريدة. وهنا نشاهد مجسم على شكل إصبع للنحات الفرنسي المشهور سيزار، وقد وضع مباشرة أمام مدخل متحف لودفيش. وملاصق المتحف توجد كنيسة القديس كاستور، وهي أقدم كنيسة محفوظة بالمدينة، واكتمل بناؤها في القرن التاسع عشر، وتعتبر من الأبنية الرومانية. وإلى الأمام قليلاً بمحاذاة نهر الراين نجد تمثال جوزيف كوغس، وخلفه مباشرة يقع القصر الانتخابي، وهو أحد أهم مباني العصور الكلاسيكية الفرنسية التي تم بناؤها في ألمانيا قبل الثورة الفرنسية مباشرة. وعاش هنا ولي العهد البروسي وفي وقت لاحق القيصر فيلهلم الأول. ويتميز القصر باللون الأبيض وأعمدته الدائرية الملساء، وله إطلالتين، الأولى على النهر والثانية على المدينة، وفيها حديقة كبيرة. ومن داخل المدينة القديمة نستطيع هنا مشاهدة كيوغس بلاتس، وتحكي هذه النافورة التي يبلغ ارتفاعها 10 أمتار تاريخ مدينة كوبلنز في 10 مناظر ثلاثية الأبعاد. وهذا العمود التاريخي هو هدية ولاية راينلاند في احتفالية المدينة 2000 على نشأتها. مبنى بلدية كوبلنز الذي يقع أيضا في المدينة القديمة بالقرب منه، هنالك نافورة شينجل الشهيرة، وهي أيضا محببة للسياح، والذي يظهر أعلاه شاب صغير يبصق من فمه الماء ليصيب المارة. لكن الطريف أن الماء يخرج بإيقاع غير منتظم، وهنا يفاجأ بعض المارة، لذا كونوا حذرين عند زيارتكم لهذه النافورة. أما مركز التسوق النابض والأكثر حداثة في المنطقة فهو فور ميتلهاين، مبني بطراز حديث، ومصمم هو والمتحف الذي يقابله ميتلهاين موزيم ليحاكي شكل الزاوية الألمانية في المدينة. وفي هذا المتحف يوجد آلاف من اللوحات والرسومات والأعمال اليدوية وقطع نقدية أثرية. وبين المتحف ومركز التسوق نجد الساحة المركزية، وتعتبر من الساحات الحديثة التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية. ومن أحد أهم المعالم التاريخية في المدينة ديفيا توما الأبراج الأربعة، وهي عبارة عن أربع مباني متقابلين عند تقاطع الشارع بشكل رائع متوازن ومتشابه، وتم بناؤه عام 1608. وفي القرن الخامس عشر كانت تسك العملة في هذه المنطقة من سبلاتس، وهذا المبنى الوحيد الذي بقي من دار سك العملة التي كانت تمر بعدة مراحل. وإذا ما ذهبنا إلى ضفة نهر الموزيل سنجد أيضاً مباني وهياكل تحمل طابعاً متميزاً ومختلف. ومنها على سبيل المثال مجسم من الصخور الرملية يحوي أربعة كتل ترمز للمناطق التي نشأت منها ولاية راينلاند. الارتفاع الإجمالي للنصب 6 أمتار، محفوراً عليه اسم رئيس وزراء راينلاند لعام 1899 بيتا ألتمايا. مثل ما شايفين وراي قلعة شتولسنفيلز، هاي القلعة تم بناؤها بالقرن الثالث عشر وتم إعادة ترميمها بالقرن التاسع عشر. تبعد عن مركز مدينة كوبلنز حوالي 7 كيلومتر. بشكل عام هاي المنطقة بتتميز بكثرة القلاع فيها. في سببين رئيسيات لهالشيء. السبب الأول هو تجاري، لأنه أغلب السفن اللي بتمر من نهر الراين بتمر عن طريق هاي المدينة، سواء باتجاه شمال ألمانيا أو باتجاه الجنوب. السبب الثاني كان هو سبب عسكري،
لصد أي محاولة توغل أو احتلال للمدن الألمانية. تابعونا لنشوف القلعة من جوا وبتشوفوا كمان لقطات جوية إن شاء الله. تكونوا قد استمتعتم معنا في جولتنا لهذه المدينة، ولنتعرف على المزيد من المدن الألمانية الشهيرة تابعونا دائما على قناة تيكت.